احنا النهارده كان بنفتتح مبادره بادر لدستورك. الغرض الرئيسي من المبادره هو انه الشباب المصري اللي ما عندوش فرصه يقول رايه في لجنه الخمسين، الشباب اللي مش مشترك في حركات سياسيه او في احزاب، ما عندوش قناه يقول فيها رايه، واللي ممكن ما يكونش مهتم اصلا بالسياسه، انه يقول رايه ويقول افكاره حوالين الدستور. عايز يشوف الدستور بتاع بلده ده شكله ازاي، عايز يشوف الدستور هيتعامل مع الشباب ازاي، هيتناول قضايا زي الصحه والتعليم والتوظيف والتدريب والسكن والاسره ازاي. فالنهارده كان الافتتاح، هنحاول بشكل كبير ان احنا نوصل لكل الشباب في كل مصر عن طريق ادوات كتير، باستخدام التواصل الاجتماعي او الاستبيانات او المقابلات المباشره او المجموعات النقاشيه، وكمان هنروح للمدارس الثانويه وهنشوف اقتراحات الطلبه فيما يخص الدستور. فهي بشكل عام هي مؤسسه اتجاه قررت تعمل قناه للشباب اللي ما عندوش فرصه ان يقول رايه لجنه الخمسين، ان يقول رايه لجنه الخمسين، وان لجنه الخمسين تبقى موجوده معانا، وكل اسبوع هيبقى فيه زي نشره بتطلع من الافكار اللي الشباب قالوها بتروح لجنه الخمسين، وبعد كده بيدخلوها في اللجان المختلفه. وعلى امل ان احنا ان شاء الله كل شباب مصر يقدروا يشاركوا في دستور بلدهم. انا بصراحه يعني نفسي كل شاب في مصر، شاب لما بقول شاب يعني شاب وفتاه، يقول رايه، يقرا كويس اقتراحات لجنه العشره، يقول رايه، عايز المواد اللي بتخصه كشاب او كفتاه تبقى ازاي، وكمان يقول رايه في الدستور بشكل عام بتاع مصر يبقى عايزه شكله ازاي. دي فرصه احنا كمؤسسه مجتمع مدني مهتمه بمشاركه الشباب، يهمنا ان كل شباب مصر يقولوا كده، وان يعرفوا ان كلامهم ده هيوصل للجنه الخمسين اللي هي مفتوحه ومنفتحه لاي افكار جديده شباب عايز يقولها للدستور. فعشان خاطري ما تكسلش، خش وبادر وشارك وقول رايك في دستور مصر 2013.